بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بنحب أول شيء تعرفنا عن نفسك في البداية. أنا مجدي عبد الله، من دار ماهي للنشر والتوزيع، إسكندرية في مصر. حياكم الله. نحن هون حاليا في معرض الكتاب، جينا مشان نعمل مقابلة مع حضرتك ونسألك بعض الأسئلة. ففي البداية بنحب نسألك السؤال التالي، أنه تصفح النت صار هو الحجة والذريعة للناس لاستغنائهم عن الكتب، فهل شايف أنه تصفح الإنترنت والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي يغني عن قراءة الكتاب؟ هو بداية تصفح الإنترنت شيء كويس جدا، بينمي القراءة عند بعض الناس اللي هي أساسا ما كانتش بتقرأ، ولكن تصفح الإنترنت لا يغني عن الكتاب، وحتى الكتاب الإلكتروني لا يغني عن الكتاب الورقي. ثم أن معظم أو 90% من المعلومات الموجودة على الإنترنت، سواء في التواصل الاجتماعي أو غيرها، بتكونش سليمة 100%. فأنا أنصح القارئ اللي بيقرأ بس إنترنت أو بيقول هذا الكلام، أنه يرجع للكتاب، لأن الكتاب بيكون فيه المعلومة المحققة والملقحة، وبيبقى فيه كلام ما فيها هي مصادرها إيه. اما في النت فالمصادر غير معروفه، وكل الناس بتكتب، كل الناس بتفتي باي حاجه. شكرا. بالنسبه لمعرض الكتاب لهذا السنه، شو اعطينا رايك فيه؟ يعني هل هو في تحسن في تاخر زواره والاقبال على الكتب؟ هو معرض شارع الكتاب هو من المعارض القويه جدا في المنطقه العربيه، والشارقه طبعا هي عاصمه الثقافه الاسلاميه هذا العام، وهي دائما عاصمه الثقافه العربيه. الشارقه لما بتعمل معرض الكتاب بيحاولوا ان هم يجددوا فيه. السنة دي المعرض أحسن من السنة فاتت كتير جدا، مجهود ملموس من اللجنة المنظمة. هم في عندهم إيفنت، البرنامج مهني قبل المعرض بيتعمل لمدة 4 أيام، بقالهم 4 سنين. أنا أول مرة أحضره حقيقي، ندمان إن ما حضروش 4 سنين قبل كده، لأن كان في لقاءات مهمة جدا مع كتاب وناشرين أجانب، وكمان تبادل للثقافة بيننا وبينهم، وكمان توقيع عقود ترجمة. أنا عندي 3 كتب من الدار، عندي تم توقيع عقود ترجمة ليهم للغة الإنجليزية في لندن وجورجيا، منهم كتابي الشخصي اللي هو إدارة الذات، طريقة التواصل مع الآخرين. كل سنة بتلاقي جديد في الشارقة، كل سنة بتستمتع بوجودك في الشارقة. جميل جدا. بالنسبة للقراءة، بالنسبة للجمهور بشكل عام، وبالنسبة لنا نحن كطلاب إعلام بشكل خاص، فنصيحتك ورأيك. هو بالنسبة للجمهور السنة دي جمهور أحسن، وبنصحهم إن هم يقتنوا الكتب الجديدة والحديثة، بالإضافة للحاجات اللي فيها علوم تتواصل مع الحياة، تنمي الحياة، يبقى فيها تنمية بشرية، تنمية مجتمع، تنمية أسرة، بحيث ان احنا بهذه التنميه بنعمل تنميه للوطن، وبنعمل تنميه للانتاج، وبنعمل تنميه للاقتصاد. القرايه، القراءه عموما، هي الوسيله الاساسيه للمعرفه، والمعرفه وسيله اساسيه لبناء الامم.